السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هناخد مع بعض ازاي نسجل في موقع فايفر علشان نقدم على وظائف. من موقع فايفر من مواقع الخدمات المصغرة، ويلا بينا نشوف الطريقة. ان احنا نبقى فاتحين جوجل ونكتب عليه فايفر، تمام. هنفتح اي لينك من دول، نفترض ده اول حاجة، هنقول له جوين. ونبدأ نحط الايميل ونقول له كونتينيو. وانا عندي ايميل، الخطوات سهلة جدا. هنبدأ نكمل من الخطوة اللي جاية دي، لما هقول له دخل الايميل، يعني هدخل الايميل والباسورد بتاعتي، ونبدأ نكمل الخطوات بعد كده. هنعمل كونتينيو. هيطلب احيانا هيطلب منك ان انت تفعل الفيريفيكيشن عن طريق الايميل او رقم التليفون، وانا مدخله ايميل ورقم التليفون، فهطلب منه ان هو يخلي الفيريفيكيشن على الايميل. اقول له كونتينيو. هيجي لي دلوقتي مسج على الايميل بالكود، هحطه علشان يسمح لي بالدخول. جبت الكود حطيته، قلت له سبمت. نبدا اول خطوه من خطوات ان احنا عايزين نبقى سيلر، بنبيع وظائف بنعرف نعملها على فايفر. هنبدا اول خطوه اننا نضغط على فايفر برو. مبدئيا لو دي اول مره تشوف فيها قناه معلومتي تكنولوجيه، تقدر تشترك معانا لو حبيت، وتضغط على زرار سبسكرايب الاحمر وتفعل الجرس علشان يصلك جديد الفيديوهات. بعد كده هنبدا نقول له become a seller. نبدا هنا الخطوات بتاعتنا، يعني احنا هنسجل وهنعمل كل حاجة عن طريق ان احنا نعمل جوين، وهنحط الايميل والباسورد وخلاص. وبعد كده هنروح جايين على فايفر برو، ضغطين عليها، وبعد كده هنرجع نقول become a seller، ونبدأ نمشي بقى الخطوات بتاعتنا. عذرا على بطء الانترنت. نبدأ نضغط على become a seller ونقول له continue. هو هنا بيدينا بعض الشروح، بيفهمنا الموقع ازاي نقدر نشتغل عليه وكده، والخطوات وازاي نعمل ايه. دلوقتي انا هنملى البيانات اللي هو الفول نيم، الفيرست واللاست نيم، هنحط صورة للبروفايل بتاعنا، هنحط بعض الداتا في الديسكريبشن. انا في بعض البيانات انا حطيتها وعدلتها شوية، بس ايه، هنعدل هنا برضو الداتا دي تاني. هاخد الداتا اللي انا كنت معدلها احطها هنا، بس هعدل النيم كمان لزينب عشان انا كنت كاتبه فوق زينب. وهنا هنعمل مسافة بس كده، اتأكدنا من الداتا كلها مظبوطة. بنختار اللغة عندنا انجليش، يعني ايه، بتختار نوع اللغة بتاعتك كتبقى ايه. لو انت عايز انت نيتيف ولا انترميديت ولا ايه بالظبط، يعني مستواك في اللغة ايه. انا كتبت الانجليش فلوينت، وكتبت اللغة العربية ان انا نيتيف فيها. ولو عندك اي لغة تانية طبعا بتضيفها. بتقوله كونتينيو. بتبدأ تختار الحاجات، المهن والوظائف اللي انت تقدر تعملها، وبتختار بداية نوع التصنيف اللي انت هتشتغل فيه. انا كنت واخدة الجرافيك ديزاين عشان احنا شغلنا كله هيكون على الكانفا. اخترت البانر اد والبوكس واللوجو واللي هيكون الفلاير، بس احنا نقدر ان احنا نختار تقريبا 1 2 3 4 5. لينا 5 اختيارات. انا ممكن اقول له الفلاير والسوشيال ديزاين
انا هنا هغير واختار البيزنس كارد واختار السوشيال ميديا ديزاين والتيشيرت واللوجو والفلاير، يعني بعض الحاجات اللي ممكن ان انت تبقى عارف ازاي تصممها. بعد كده ممكن تختار سكشن تاني وتبدأ تحط الداتا بتاعتك. انا هنا كنت مختارة سكشن تاني اللي هو الخاص بالبروجرامينج والتكنولوجي، اللي انت بدأت تشتغل في المجال ده من انت بتحدد من سنة كذا لسنة كذا. انا مختارة الاي كوميرس عشان انا بعرف اشتغلها وشغل الووردبريس وبرامج السي ام اس. ممكن نحط بالنسبة بقى للسكيلز، تقدر ان انت تحط سكيلز كتيرة، ممكن تكتب الجرافيك ايوه الجرافيك ديزاين، وتقدر ان انت تقول له مثلا انت ايه اكسبيرت مثلا، وبتقول له اد انت بتحط مستواك، انت مستواك ايه في السكيلز اللي عندك. ممكن تختار كمان الجزء الخاص بالترانسكريبت ترانسكريبت، وتقول له ان انت برضو سي مثلا خلينا انترميديت المرة دي، ممكن نعمل فويس اوفر الفويس اوفر، ممكن نحط انترميديت مثلا نحط الفويس اوفر عربيك. نحط اكسبيرت، يعني لحد ما احنا حطينا بعض الحاجات اللي ممكن نشتغلها. ممكن اعدل مثلا في اللوجو مثلا، خلينا مثلا اللوجو اعدل فيه انه هو اكسبيرت. نرجع نروح بقى على الخطوة اللي بعد كده، التخصص بتاعك بتكتب ايه. انا هنا كنت كتبت ان انا ماستر من كلية الاداب جامعة حلوان، معايا ماستر في تخصص المكتبات. لو عايز تضيف حاجة تانية طبعا بتقدر تضيفها. تعال ندخل على السيرتيفيكت، انت بتقدر ان انت تملى كمان اي سيرتيفيكت انت ممكن تكون درستها او خدتها. انا زي مثلا حطيت السيرتيفيكت بتاعت معهد برجو الايطالي، دبلومة واخدتها في مجال الفاشون ديزاين والباترن، فكتبتها. لو الويب سايت عندك ويب سايت هتحطه هنا، انا هغير الويب سايت ده وهحط ويب سايت تاني، هجيبه واحطه ثواني عشان شغلي كله يبقى تقني اكتر. انا حطيت موقع معلومتي التكنولوجية علشان يبقى الشغل مظبوط، وان شاء الله لما اخلص الجزء الخاص بالسيرفيس هضيفه هنا. عملت فيريفيكيشن ان انا اساين لجوجل، يعني للاكاونت عن طريق جوجل. ممكن ان انا اعمل برضو اضيف الفيسبوك واضيف تويتر، وعندنا مجموعة من الحاجات كتير زي جيت هاب، وممكن اقول له كونتينيو دلوقتي ان انا اقدر اضيف كل الحاجات اللي قدامي دي. هقول له كونتينيو، انا هعدي المراحل دي. البروفايل عملت بروفايل للايميل ورقم التليفون، عشان كده لما جيت وريتكم الخطوة الاولانية كانت طلب مني ان انا ادخل الرقم الفيريفيكيشن كود، يا اما اختار الموبايل او اختار الايميل علشان يبعت لي عليه الكود اللي انا اقدر احطه، فاقدر اعمل سبميت وتسجيل دخول للاكاونت. بقول له فينش وكده يور سيلر بروفايل از اول سيت، خلاص الاكاونت بتاع الجزء الخاص بالسيلر كده نقول له دان، لانه كده خلاص فينش. هيبدا بقى يقول لي اعمل الجيج ازاي. ممكن ان انا اعدل حاجة في البروفايل، لو انا عايزة اعدل هنا اليوزر، بس مش عارفة اذا كان هينفع يتعدل ولا لا، خلينا نشوف.
هنا اقدر برضو من هنا ان انا اقدر اعدل واضيف كل الحاجات اللي انا عايزاها ادنيو خلاص. يعني الواجهه الاولانيه خلاص كده بقى اصبحت مش متاحه، بس انا اقدر اعمل اديت في الديسكريبشن واقدر اضيف لغات تانية واقدر اضيف الفيس وكل الحاجات السكيلز اللي انا عايزاها والاديوكيشن والسيرتيفيكت، اي حاجه انا محتاجاها زياده اقدر اعدل فيها. ممكن ادخل على السيتنج الفول نيم بتاعي زينب حسن، بس انا كنت عايزة اعدل اصلا اليوزر، بس اعتقد ان كده اليوزر ثابت على زيدي حسن. هنا اقدر اغير الباسورد. طيب تمام، احنا كده وصلنا للمرحلة اللي هي سجلنا وبقينا السيلر. يلا بينا ندخل على الخطوات اللي بعد كده عشان نعرف ازاي هنعمل جيجز. السلام عليكم.